العمل القسم الثاني من الأنسجة الظهارية هو ما سميناه بالأنسجة الظهارية المطبقة Stratified Epithelial Tissue، اللي مكون من عدة طبقات من الخلايا العفو. فقط الطبقة القاعدية هي تستند على الغشاء القاعدي، ومن ثم تتراكم الطبقات إلى الأعلى من عدها. تصنف حسب شكل الخلايا الموجودة بالطبقة السطحية أيضا إلى أربعة أقسام. أول قسم هو يسمى بالستراتيفايد سكويموس، نسيج ظهاري مطبق حرشفي، يعني مكون من عدة طبقات من الخلايا الحرشفية. هذا نلقاه في طبقة بشرة الجلد، يتميز بنات لو تشوفون انه النسيج من عدة طبقات. الطبقة القاعدية دائما في كل انواع الانسجة الظهارية المطبقة، تكون الطبقة القاعدية المستندة الى الغشاء القاعدي من النوع المكعب. فنلاحظ باعوا كلها من النوع المكعب، فاذا نلاحظ انه طبقة قاعدية من خلايا مكعبة، ومن ثم عدة طبقات من خلايا متعددة الأضلاع ما محدد شكلها. نجي إلى الطبقة السطحية، نلاحظ أنه هي عدة طبقات من خلايا حرشفية مضغوطة رقيقة جدا، وهذا ما يسمى بالنسيج الظهاري الحرشفي المطبق كما في بشرة الجلد. النوع الثاني هو النسيج الظهاري المكعبي المطبق، اللي هو مكون اما من طبقتين او ثلاثة او اكثر من الخلايا المربعة او المكعبة. لاحظوا ان انا مكون من طبقتين كما في قنوات الكبيرة للغدد العرقية. النوع الثالث Stratified Columnar، نسيج ظهاري مطبق عمودي، هذا ايضا مكون من طبقتين او اكثر. هذه لو تشوفون القاعدية مثل ما قلنا هي دائما خلايا مكعبة، ومن ثم الطبقة السطحية لاحظوا انه هي خلايا عمودية او طويلة، فسمي بالنسيج الظهاري العمودي المطبق كما موجود في ملتحمة العين. النوع الاخير اللي هو مميز كما قلنا في السمبلز الابيثيريال كان اكو نوع مميز اللي هو النسيج المطبق الكاذب وشرحناه. نجي بالستراتيفايد ابيثيليوم، ايضا اكو نوع مميز اللي هو الانتقالي ترانزيشنال، هذا دائما يكون موجود في بطانة الاعضاء اللي تحتاج الى توسع مثل المثانة او الحالب وحوض الكلية. ليش سميناه انتقالي؟ انه هو يتحول من نسيج ظهاري مطبق حرشفي في حالة الامتلاء إلى نسيج ظهاري مطبق عمودي في حالة الارتخاء. نلاحظ انه في حالة الامتلاء ايش راح يصير بالمثانة؟ راح تمتلي فراح يصير شد، فالبطانة راح تكون رقيقة، فنشوف انه الخلايا السطحية مال البطانة اللي هو النسيج الانتقالي راح تكون كلش مضغوطة، تشبه الخلايا الحرشفية، تشبه النسيج الظهاري الحرشفي المطبق. لكن في حالة الارتخاء تكون المثانة فارغة وماكو ضغط على الجدار، فبالتالي تبقى البطانة في سمكها الطبيعي، فترجع الخلايا إلى شكلها الطبيعي، اللي هي أهم ما يميزها في حالة الارتخاء أن الخلايا السطحية تكون مضلعة كبيرة حتى يسموها الخلايا المظلية. تشوفون شكلها شنو صاير؟ هيك مثل المظلات، هذه في حالة الارتخاء. فإذا لو جبنا لكم تعليل لماذا سمي النسيج الانتقالي بهذا الاسم تقولون طبعا هذه كلها مذكورة عندكم بالوورد، لأنها لها القدرة على التحول ما بين النسيج الظهاري الحرشفي المطبق في حالة الامتلاء والنسيج الظهاري المكعب المطبق في حالة الارتخاء في المثانة.